قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد مشعبون إن الوزارة منكبة على وضع اللمسات الأخيرة لبلورة خطة الإنعاش الاقتصادي التي سيكون مشروع قانون المالية المعدل مناسبة لتقديم خطوطها العريضة. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ الدكتور عبد العزيز الروماني الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. حياك الله أستاذ، أهلا بك معنا. حياك الله أستاذة زهراء وكل مشاهدي الكرام. طيب، نتحدث عن خطة للإنعاش، نريد أن نتحدث عن أسس هذه الخطة، وعندما نتحدث عن قانون مالية معدل ليس من السهل اللجوء إليه كذلك، ما هي إكراهاته دكتور؟ اللهم قانون المالية معدل أستاذة ولا المراسيم، لأن القانون المعدل كيدخل في إطار الممارسة الديمقراطية العادية، ولكن تحكمه الضرورة الآن. ما ذكرته وسمعناه من السيد وزير المالية هي أرقام تقريبية ولكنها رسمية. أرجوك دكتور أقاطعك، نعم. أريد أن أفتح قوسا لتبين للذي لا يعرف ما الفرق بين المراسيم والقانون المعدل. لا، احنا لما كنتكلموا على المراسيم عندهم الظروف فين كيكونوا، فين كيطبقوا، يعني الحالات، نعم. فين كيكونوا، يعني إما ما كيكونوش الدورات، يعني بيناتهم بين الدورة، يعني البرلمان ما كيكونش في ديك اللحظة، الدولة كتبغي دير قرارات تنظيمية سريعة، قوانين سريعة، فإذا كتلتجأ للمراسيم. أما بالنسبة للقانون فهذا غيمشي للمالية وغيتم التصويت عليه، غيدوز بالطريقة اللي كتعرفيها في إطار الممارسة الديمقراطية، وحنا كنعولوا عليه بزاف المرحلة المقبلة، نظرا لأن الخسائر كما لمسناهم كثار، لا على المنتوج الداخلي الخام، لا على الرقم الكبير اللي اعلن عليه وزير المالية ديال خسائر يومية مليار ديال الدرهم، يعني حوالي 80، وهذا تقريبي كما كنقول لأننا غير هو راه رسمي، لا على عدد الناس اللي راك شفتي متوقفين على العمل، الصادرات والواردات، ميزان تجاري وكالعصا مزيان في المرحلة الحالية، لأن ناقصة الصادرات بأكثر من 60% والواردات بأكثر من 37، وهذا كيعطي خلل كبير، لا على مستوى السياحة اللي متوقفة بواحد نسبة كبيرة، والمداخل ديالها حتى هي وصلت 60% من التقلص، وزيدي عليها المداخل ديال يعني التحويلات ديال الجالية المغربية في الخارج، معناه صراحة أنت في حالة ركود حقيقي وطبيعي، ماشي فيه شي حاجة اللي هي عيب، لأننا متوقفين هذه أكثر من شهرين على العمل، على الحركة، على الإنتاج، من أجل ماذا؟ من أجل حماية الأرواح وحماية الموارد البشرية للبلاد. إن شاء الله يمكن تستمر الخسائر ولكن من وراء الرفع التدريجي للحجر، ولكن بصفة أقل، يعني تنقص الخسائر بواحد 60-70%، مي غتبدا النشاط يعود مباشرة من وراء العيد الصغير، يعني عيد رمضان مباشرة. راه سمعتي وزير المالية كيقول لكل المقاولات الغير موقوفة بقرار، الغير موقوفة بقرار أو عقوبة أو غير ذلك، لكل المقاولات أن تعود لأنشطتها، وهذا غيعطي واحد انتعاشة غير أولية. زيدي عليه قانون المالية المعدل، وهذا غي من المنتظر باش خصو يعطي دفعة انعاشية، زيدي عليه المخططات القطاعية وخاصة المرتبطة بالقطاعات الحيوية، وهذا هام جدا، لأن كل قطاع عنده مخطط ديالو، هذا ديال السياحة، هذا ديال الصناعة، هذا ديال الصناعة التقليدية، باش تكون لكل قطاع حيوي، هذا ديال التجهيز ديال النقل وغير ذلك، قطاع حيوي انطلاقة تواكبه من طبيعة الحال بشكل تدريجي إلى أن تعود البلاد إلى ما كانت عليه من ديناميكية اقتصادية إن شاء الله، أو ربما أحسن مما كانت عليه في غضون 2021 وما بعد إن شاء الله رحمه رحمه. القيمة المضافة للقطاع الفلاحي هذه المرة لا يمكن الاعتماد عليها كثيرا كذلك دكتور؟ في بعض المناطق تأثرت بشكل كبير، يعني نعم. كثيرا، يعني ما نهضروش أستاذ على الجهة الغربية أو لكذا، اللي ولكن هناك بعض المناطق اللي هي معروفة، يعني مني كنهضر على مسطاط والفوق الشاوية ودكالة والحوز والسراغنة والرحامنة وغير ذلك، فالضرر كبير، ولكن ما كنهضرش على الضرر الاجتماعي، لأن الناس اللي أمنوا الفلاحة ديالهم تمكنوا الآن يسترجعوا هذاك التأمين، وهذا كيخليهم في وضعية جيدة نسبيا من طبيعة الحال، جيدة لأنهم كيتلقوا التعويضات. إذا على المستوى الاجتماعي هذا كنفكوه، لاحظي بأن المغرب يهتم كثيرا بالجانب الاجتماعي طبعا. معنى وزير المالية قبيلة يقول 32 مليار فاصلة 7 ديال الدرهم اللي خدينا من الصندوق، الحمد لله هذا توجه تضامني وتعبوي، ولكن سمعنا واحد الرقم خص كل المواطنين يتابعوا ليه باش يعرفوا الدولة
فاين وكيفاش كتخدم من اجل ارواحهم ومن اجل راحتهم بجوج. 12 مليار من 14 اللي تهزات من ذاك الصندوق مشات للدعم الاجتماعي والعائلي، وجوج المليار الاخرى فين مشات؟ انا كنقول لحد الساعه جوج المليار مشات للجانب الصحي باش شرات بها الادويه والتجهيزات وغير ذلك. معناه لما كتقول 12 مليار من اجل هاد الناس، الجانب الاجتماعي مخوض، شفنا المندوبيه كافي. احنا بالنسبه اليك مبلغ 12 مليار كافي؟ لا، هو 32 مليار ماشي كافيه، احنا كنخفوا الضرر. نعم، يعني كنخفوا الضرر، كنخفوا الوطأه الاجتماعيه، يعني كتواكب الدوله تواكب ابنائها. طيب، باش ما يبقاوش في حاله من العوز، في حاله من الحاجه، في حاله من الضيق اللي يصعب معها تطبيق الحجر الصحي. نحن نتحدث في مثل هذه الظروف عن سد الرمق، أفهمك تماما دكتور. ما الذي سيعدل في قانون المالية؟ نعرف أن الفرضيات التي أقيمت على أساسها النسخة الماضية لم تعد ممكن الآن، إذا ما الذي سيعدل؟ أنت كنت في واحد القانون صحيح برؤية معينة كتواكب الرؤى السابقة وكتواكب في ظروف مختلفة تماما، في ظروف مختلفة تماما وجدريا قاعد بصفة عامة. الآن أنت في ظروف قاهرة أولا، في ظروف انتقالية جديدة، وفي ظروف تلزمك بعودة الإنعاش الاقتصاد الوطني. إذا القطاعات الحيوية خاصها تعرف واحد العودة يعني معينة. راك عندنا قطاع الجوي متضرر، البحري كذا إلى آخره، الأشغال العمومية، السياحة، غير ذلك. باش يتنعشوا هاد الناس خاصك توجه واحد التوجيهات جديدة لكل قطاع من أجل النهوض به. عندك العملة الصعبة، انت مطالب، عندنا 286 مليار، ولكن باش جات هاد 286 مليار ديال الدرهم، يعني 28.5 ديال الدولار، مليار ديال الدولار، جات بفضل السرعه اللي مشينا بها باش خدينا واحد 3 مليار ديال البنك الدولي اللي عطى لينا ائتمان، وخدينا واحد 290 مليون ديال هذيك ديال صندوق النقد الدولي، الاخرى ديال البنك الدولي، هذه اللي كنتكلم عليها ديال يعني الكوارث، هذه ديال صندوق النقد الدولي. اذا نحن من حيث العمله الصعبه في وضعيه مريحه حاليا، ولكن يجب ان نغتنم فرصه الغاز اللي هو منخفض ونمشيو نزيدوا من المخزون ديالنا. انت كتعرفي المغرب بالنسبه للمخزونات شويه يلاه كيديو شهرين اللي كيكونوا عندنا. الا مشينا لسمير وقفنا عن طريق المحكمه هذيك الوضعيه اللي فيه الان وعنده مخزونات اللي تديني لنا شهرين اخرين، غنستافد وتستافد البلاد وتستافد من العمله الصعبه من واحد ربع شهور عندنا مريحه جدا وبشكل كبير. اذا احنا غنتوجهوا نحو الاجراءات اللي كيقوم بها اللي غيقوم بها القانون التعديلي. قد يتساءل المشاهد دكتور، لماذا تتحدث عن الغاز ولا تتحدث عن البترول؟ لا انا كنتحدث عن المحروقات بصفه عامه. بصفه يعني عامه؟ طيب اوكي. بصفه عامه يعني، لاننا احنا كنا ثمانيه مع الاس امير كنا كنقوموا بالتكرير، كانت طيب كتريحنا الامور شويه، الان كنضطروا كتزاد التكلفه، هذه التكلفه غادي تنقص وكتزاد. يعني انا كنوجه كيفاش العلاج يكون ديال الوضعيه الاقتصاديه. العلاج فيه السريع اللي غيقوم به القانون التعديلي، لان عمره ما تبقى من الزمن، الان ما تبقى من الزمن ما بقاش بزاف، وايضا الامد المتوسط اللي غتمشي فيه بقوه، وهذا الامد المتوسط راه فيه غير عام وعام ونص تمشي فيه التصنيع الداخلي باش تعيد فيه النظر ديالو، وباش تشجع الابتكار، وباش تشجع الاستهلاك الداخلي، وباش تعطي الاولويه للمنتوج الداخلي، وتنهض بالسياحه الداخليه باش تكون كتواكب السياحه الخارجيه، وتنهض بالاستثمارات الداخليه وتهتم ايضا بالاستثمارات الخارجيه، وتوجه رؤيه التصنيع ديال الادويه. شفنا غير كردستان ديال العراق الان ولا تقوى في تصنيع الادويه في مدى 5 سنين، احنا ان شاء الله يمكن في مدى 3 سنين ولا 4 سنين ولا 5 سنين ترجع لنا ديك البنيه اللي كانت عندنا في المغرب من وراء ديال تصنيع الادويه، احنا محتاجين بها الان. وتقويه البنيه الصحيه كتصبح ضروريه، وانا كنعطيك الان هذاك الشيء اللي سولتيني عليه ديال القانون التعديلي ايضا، ولو بالقانون العادي ديال العام الجاي، ونرجعوا لاصلاح التعليم ما بقاش فيه اللعب، والصحه حتى هي مهمه جدا، علما على التكوين المهني راه داخل في التعليم، ونشوفوا طرق منطقيه ومعقوله وقابله للتطبيق للنهوض بالطبقه المتوسطه، وهذا اصبح جد. راه حنا شفنا شحال عدد الهشاشه عندنا. ماذا عن تمكين المقاولات دكتور؟ المقاولات تمكينها من تجاوز هذا الوضع غير المسبوق. السؤال جاء في محله، عندك في المقاولات جوج الخطوط وجوج السبل واضحه. عندك الصندوق ديال الجائحه واضع بعين الاعتبار بطبيعه الحال هذا الجانب ديال باش يواكب المقاولات. وعندك القانون التعديلي هو جاي الان، ولكن عندنا ما ننساوش المشروع الكبير، الورش الكبير ديال الانطلاقه.
انطلاقه، راه ما فيهش فقط خلق المقاولات، فيه ايضا دعم المقاولات المتوسطه ماشي فقط الصغيره او الصغيره جدا، حتى المتوسطه وكتعرفي المتوسطه طيب. 95% من الناتج الاقتصادي المغربي. اذا هذا المشروع راه كافي ان شاء الله الى عاوننا حيناه ونمشيو نحو تقليص الفقر والبطاله من طبيعه الحال، وما تنسيش النموذج التنموي راه جاي في الطريق. شكرا جزيلا لكم الدكتور عبد العزيز الروماني الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على كل هذه التفسيرات.